يعني اللي عنده يجي يتبضع، والما عنده يستنى شو وقت ينزل الدولار. يلا عينا مثل الدولار مثل الدمية، شلون من تعطي بيد الطفل يفرح بي من هذا هالشكل. بالنسبة للي ما عنده ووضع تعبان ما يقدر من يصعد ما يقدر يجي يشتري يتوضع يأثر، يعني حتى سوقنا يوقف. أي صاحب محل يأثر من دا يصعد وينزل، يعني ما مستقر على وضع يعني مستوى واحد يأثر هواي علينا. شو ما يأثر والله البضاعة مو سوى، يعني حسب مرات إذا الدولار صاعد فالأسعار كلها تصعد، فالمواطن بهاي الحالة ما يقدر يعني يسوق أو فد شيء حد ما ينزل الدولار. الوضعية كلش تعبانة يعني من ناحية الأسعار الصرفيات، وضع صعب كلش. ما أعرف يعني شريط أقول لك، كل من يبيع كيف واللي عجبه، واللي فقير اشترى واللي ما اشترى. أنا اللي عندي ما عندي ما أقدر أشتري. الأسعار والله مو ثابتة، أي والله مو ثابتة. لو ثابتة كل واحد يقدر يشتري يسوق، يعني هذا قد امكانيه البشر. اذا عنده تشتري، اذا ما عنده يشتري، واللي ما عنده شو يسوي. التجاره بالعراق يعني حالته سيئه جدا، الوضع الاقتصادي للمواطن يعني موازنه لحد الان ما موجوده. نفس الوقت الاسعار مرتفعه، الدولار مرتفع، والله متعب بالنسبه للمواطن. تعب حيل، تعب المواطنين، تعبت.